مباراة فقط ثلاث نقاط مش مباراة بطولة هاي. الوصل يحلم ياخذ الدوري. ليش يحلم ياخذ الدوري؟ هاي فاز عليك انت. يحلم نحن نقول انه ما بياخذ. ما بياخذ. اللي عندنا قول لي انت متى اخر مرة الوصل شال الدوري؟ اليوم الجمهوري بافوز صح؟ يا اخي رد بالمدرج يا اخي اليوم هاي المباراة يا اخي مباراة في المدرج مو في الملعب. اليوم شو جمهور الوصل والله العظيم انا صبق لهم قبل المباراة قاعدين يشجعون. يا اخي هذا يعطي حافز حق اللعيبة. يا اخي وين جمهورنا؟ نحن جمهورنا برا. وينكم وقت التمرين؟ يا اخي اليوم وقت الخسارة تطلعوا تتكلمون؟ اليوم كل ما اجي واحد من الملعب لا يزعلون مني الصراحة. اليوم الجمهور انا ارد على جمهور العين، دبوا فوز يا اخي شجع 90 دقيقة في الملعب، انت جاي تاكل حب؟ جاي تضحك؟